هتكلم على الأدبيات أو الثقافة أو البعد البيئي للدين، وأنا والله العظيم ما أقصد أي حاجة عشان محدش يزعل. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني. فمرة وقلت يا جماعة الواقع اللي احنا بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللي موجودة في بلادنا محتاجة مش إعادة طرح فهم عصري مش لثوابت الدين، لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات اللي بتبقى في كل مجتمع وكل بس. وجيت مرة اتكلمت على وثيقة إن الطلاق تبقى وثيقة مكتوبة لحماية حقوق الناس، وبعدين من غير ما أذكر أي أسماء أو مؤسسات، فتقال لي إحنا طرحنا الموضوع ده على لجنة علمية متخصصة، نسبة كبيرة منها وافقت ونسبة قالت لأ. طب كويس، طب ما أقرتوش ده ليه؟ قالوا أصل أنت قلته، ولما تقول أنت لو إحنا وافقناك يبقى إحنا إيه؟ بندعم مين؟ بندعم مين؟ السلطة. الكلام ده بيعكس الفهم اللي محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني ايه دور. لو انت دايما حطيتني انا في مكان وانت في مكان تاني، ده مش حقيقي صح. احنا دايما مع بعض، واظن التعبير انت سمعته مني كتير. فبمجرد ان انا طرحته زي ما احنا بنتكلم فيه كده، بقى غير قابل للتنفيذ لاحسن. هيقولوا ايه ده انت مشجع ايه؟ يعني تسيب الحق لاجل الكلمه دي؟ طب ما بقيت الموضوعات الاخرى. طب انا كنت بتكلم مع وزير العدل من كم شهر كده دكتور عمر. طب هل لو انا طلبت منك انك تحكي هتفتكر كل اللي قلته ولا بامانه؟